وتنضم من بغداد عبر الهاتف مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي. هبة، بعد التحية، لو لديك أي تفاصيل حول هذا الحريق. نعم، تحية طيبة. طبعا في الساعة 5 مساء اندلع حريق ضخم يتهم أحد صالات مطار بغداد الدولي. طبعا الحريق حصل بصالة المغادرة في الأسقف الثانوية لصالة المطار، ولا توجد لحد هذه اللحظة أي أضرار بشرية للحريق، الأضرار طبعا مادية فقط. حصلت حالات هلع وخوف بين صفوف المسافرين، سرعان ما احتوت العناصر الأمنية هنالك وسيطرت على الأشخاص المتواجدين من المسافرين. الفرق الدفاعية الأمنية الموجودة داخل مطار بغداد احتوت وطوقت النار وبدأت بعملية الإخماد، وبحسب الفرق الدفاع المدني فإن أسباب الحريق لم تعرف لحد هذه اللحظة، والتحقيقات جارية بواسطة الفرق المختصة من الأدلة والتحقيقات الجارية بواسطة مثل ما قلت لك الأدلة والأدلة الجنائية لمعرفة الملابسات الحادثة وتقييمه إذا كان بالفعل مقصود أو حادث عرضي. ننتظر نتائج التحقيق التي ستصدر في الساعات المقبلة. طبعا سلطة الطيران المدني قالت أن الرحلات لم تتأثر بحريق صالة مغادرة المسافرين لحد هذه اللحظة. طيب هبة، لو لديك أي تفاصيل عن شكل الأضرار أو المراحل التي وصلت إليها الأضرار بصالة المغادرة بمطار بغداد؟ الأضرار حاليا بس يعني أضرار مادية فقط، وليس هنالك أضرار بشرية مثل ما قلت لك. يعني لحد هذه اللحظة لم تبين ولا توجد أي مستجدات في هذا الحادث، وأكيد سوف أوافيكم بكل التفاصيل. نعم، شكرا جزيلا لك هبة التميمي.